تريد الراحة حقا والسعادة في الدنيا والآخرة، عليك أن تتحمل الأذى وتترك الراحة، لأن الإنسان ما خلق في هذه الدنيا لأجل الراحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب مشقة، هذه طبيعة الدنيا. فالذي يريد أن يرتاح في كل أموره هذا ما فهم حقيقة الدنيا. وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما تأتي الهداية بالراحة، ما تنال الجنة بالراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن السلعة غالية تحتاج إلى بذل، ولهذا قال قبل هذه الجملة: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. المسافر إذا خاف لا يصل إلى منزله يسير في الليل والنهار، يواصل السير حتى في الدلجة، يعني في وقت الليل أو آخر الليل. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، يعني لابد من بذل، من قيام، من أعمال صالحة، من إحسان، من تحمل الأذى، من أخلاق طيبة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالمسلم إذا جاهد نفسه على طاعة الله، تحمل الأذى في سبيل الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يلحقه أذى لا شك، هذه طبيعة الإنسان. الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، لكن عندما يتحمل هذا الأذى البدني في سبيل القرب من الله يجد الراحة والسعادة التي تنسي هذا الأذى. هكذا يفعل العاقل. فإذا تحملت الأذى في سبيل الطاعة، الله تعالى يفتح لك أبواب الهداية ويزيدك إيمانا على إيمانك حتى تصل إلى أعلى درجات الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هل تظنك ستصل إلى هذا المقام هكذا بالراحة، بدون عمل، بدون اجتهاد وبذل للجهد؟ هكذا علينا أن نتعب في هذه الدنيا حتى نجد السعادة غدا يوم القيامة. بل الذي يتعب والله يجد سعادة معجلة حتى وهو يتعب. ما ألذ أن تعطش وأن تجوع لأجل محبوبك، يتحول التعب إلى راحة وسعادة. ما يذوق طعم حلاوة التعب إلا من جربه وأخلص نيته لله، واستشعر أنه إنما يتعب حبا لله وتعظيما لله، عبودية لله. والله غني عنا وغني عن تعبنا، ولكن